بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنكمل يا شباب في مادة Design of Steel Structures 1. النهاردة سيكشن 8 إن شاء الله، وبنتكلم على Design of Compression Member. بنتكلم على الكولمز. طيب، طبعا كنا قسمنا الممبرز اللي بنصممها الى اربعه ممبرز على حسب السترينج اكشنز المعرض ليها الممبر. فقلنا ان التنشن ممبر هو عباره عن ممبر معرض الى اكسيال تنسايل لود، والكمبريشن ممبر هو ممبر معرض الى اكسيال كومبريشن لودز، والبيمز اللي هو عباره عن ممبرز معرضه الى مومنت وشير، والبيم كولم عباره عن ممبر معرضه الى بندنج ونورمال وشير فورس. طيب، احنا النهارده بنتكلم في الكولمز، وهي يعتبر حاله خاصه من الايه من الكومبريشن ممبرز. فمبدئيا كده قبل ما تذاكر السكشن ده، يفضل انت تكون سمعت السكشن اللي فات اللي بيتكلم على الديزاين اوف كومبريشن ممبر، لان طبعا يعني يعتمد اساسا عليه في الشرح وفي الحل. طيب، وكنا قلنا يا شباب ان الكومبريشن ممبر طبعا ده الممبر اهو معرض الى اكسيال كومبريشن فورس اللي هي قيمتها بي طول الممبر ال، والكروس سيكشن اريا للممبر اي. طيب، شويه حاجات قلنا الكود بيحددها لنا لازم نستوفيها بحيث ان يكون القطاع بتاعنا سيف ويقدر يتحمل الاحمال الواقعه عليه. فاول حاجه لازم القطاع بتاعي يتحمل الايه يقدر يتحمل الكومبريسيف ستريسز الواقعه عليه، وده طبعا بيعتمد على الكروس سيكشن اريا للقطاع. بعد كده الستيفنس ليميتيشن، والكلام ده بيعتمد على ايه السلندرنس ريشيو طبقا للحدود اللي بيحددها لنا الكود. بعد كده الكونكشن تايب، نوع الكونكشن هي بولتد ولا ويلدد. القطاع بتاعي نقل الاحمال فيه القطاع هيكون سيمتريك ولا ان سيمتريك، اتكلمنا برضو فيها المره اللي فاتت، واتكلمنا على ال L على الدي ريشيو والكونستراكشن كونديشن. طيب، فدي كده اللي هي الفاكتورز اللي المفروض ناخد بالنا منها واحنا بنصمم الايه الكومبريشن ممبرز. بس النهارده مش شرط ان احنا نستخدم كل الفاكتورز دي. طيب، طبعا عرفنا يا شباب ان الاولابل كومبريسيف ستريس تعتمد على طبعا هو الاف سي كابيتال بيعتمد على قيمه اللامدا، فلو كانت اللامدا اقل من 100 بندخل في القانون ده، ولو كانت اكبر من 100 فبندخل في الايه في القانون ده كده. وعرفنا ان في بنصنف بقى القطاعات بتاعتنا السكشن كلاسيفيكيشن الى قطاع كومباكت او نون كومباكت او قطاع سلندر. تمام، فكومباكت او نون كومباكت او قطاع سلندر، والكود بيقول لنا ان احنا نقدر نستخدم القطاع ككل اللي هو الكروس سيكشن اريا بتاعته ككل في حاله ان هو كان كومباكت او نون كومباكت، لكن لو كان سلندر فبيكون في ريدكشن في الاريا، وبنستخدم في الحاله دي اللي هو الايه الافكتيف اريا للقطاع. وطبعا ده مش هنتعرض له في الشرح في حاله الممبرز اللي هي الهوت رولد او الويلدد يعني. طيب، الاعمده يا شباب، طبعا مفيش عمود بنعمله قطاع سنجل انجل او تو انجل باك تو باك او كده يعني. الاعمده ليها قطاعات تانيه، فاحنا النهارده هنتكلم على العمود كقطاع اي بيم. فلو هنعمل بقى سيكشن كلاسيفيكيشن للقطاع او تشيك اوف لوكال باكلينج، فبنشوف بقى الويب اللي هو طبعا ده كده القطاع اللي هو الاي، فبنشوف الويب
ادي الويب طبعا اللي هو ايه ارتفاعها كده اللي هو الدي ويب من هنا كده لحد هنا كده اللي هو الدي ويب، نقسمها على التي ويب ونبدأ نقارنها ب 64 على جذر الليف يل. طبعا احنا بنتكلم هنا على الايه الماكسيمم ويدث تو ثيكنس ريشيو فور ايه ستيل اليمنت اوف نون كومباكت سيكشن. طبعا احنا بنتكلم او بنشوف القطاع بتاعنا هيكون نون كومباكت او كومباكت، طول ما هو كده مفيش مشكله مش هنقلل في الاريا، ولكن لو كان القطاع سلندر فبنقلل في الايه الاريا بتاعتنا. طيب فحتى سواء كان كومباكت او نون كومباكت فانا مش هقلل في الاريا، فانا دخلت على طول في القانون بتاع الايه اللي هو النون كومباكت. طبعا لو كان الستيل 37 44 52 بندخل في القانون ده، دي ويب على تي ويب اقل من 64 على جذر الفيلد. بالحسابات كده 64 على جذر 2 و4 كستيل 37 يدينا 41 و3، 64 على جذر 2 و8 بالنسبة لستيل 44 هيدينا 38 24، 64 على جذر 3 و6 هيدينا 33 73 بالنسبة للستيل الايه 52. طيب يبقى اللي احنا اتكلمنا عليه ده بالنسبة لايه؟ للستيفند ويب. طبعا ستيفند يا شباب معناها ايه ستيفند؟ طبعا دي كده اللي هو الويب، هي طبعا ممسوكة من تحت وممسوكة من فوق عن طريق الفلانجة العلوية والفلانجة السفلية، فعشان كده سميناها ستيفند يعني هو ممسوك من ناحيتين. طيب طبعا على عكس الويب الفلانج، الفلانج اللي هو عبارة عن قطاع حر هو ممسوك من ناحية واحدة بس والناحية التانية حرة، فبنسميها هنا unstiffened flange اللي هو عبارة عن جزء أو بليت ممسوك من ناحية واحدة. طيب في حالة الفلانج يا شباب فبنقول له كده إن السي اللي هو الطول ده كده مقسوم على ال تي اف أقل من أو يساوي 23 على جذر الليف فيلد، وبنعوض بقى بالأرقام بتاعتنا فيدينا الكلام ده كده بالنسبة للقطاع اللي هو الرولد. تمام. طيب نبص كده بقى، طبعا السي اللي هو بداية كده من بداية الفلانج من بره لحد فين؟ لحد قبل الايه؟ لحد قبل الكيرف بتاع الدوران ده. طبعا في كيرف اهو، في كيرف كده، فلحد قبل الكيرف ده كده اللي هو ايه السي اللي هو الطول الحر من الفلانج او طول السطح الحر من الايه الفلانج اللي هو الفلات ويدث. الفلات ويدث. طيب يبقى ده كده بالنسبه لللوكال باكلينج. طيب ستيفنس ليميتيشن ما فيهاش اي تغيير، اللاندا ماكسيمم هنقارنها ب 180 في حاله الايه ان احنا بنصمم كومبريشن ممبر. اللاندا اللي هي عباره عن الباكلينج لينس اللي هو الكيف ال ال مقسوم على الار اللي هو ريدس جريشن لازم يكون اقل من او يساوي الايه اللاندا ماكسيمم. طيب لو بصينا كده يا شباب على الفريم ده، طبعا ده عبارة عن فريم 1 بي عليه حمل موزع بالشكل ده، ده كده عمود وده كده عمود تاني. خد بالك ان العمود ده طبعا من تحت هو هنجد بيز خلاص، من فوق انا عملت فيه كده ايه انترميديت هنج بين العمود وبين الايه وبين الرافتر. طبعا في حالة وجود الانترميديت هينج خلاص ومفيش أي أحمال أفقية موجودة على الممبر ده، ها مفيش أي أحمال أفقية موجودة عليه، فيعتبر الممبر ده كلينك ممبر يعني هو عمود معرض إلى كومبريشن فورس. تمام كده. طيب دلوقتي بنتكلم على الستيفنس ليميتيشن، فهنا الكود عندنا بيقول بيدينا جدول كده بيتكلم على الباكلينج لينث فاكتور اللي هو الكي اللي هو ده فور ممبرز ويز ويل ديفايند اند كونديشن، معروف الاند كونديشن للممبر فعلى اساسه يعني اند كونديشن محدده على اساسها بنقدر نحدد على طول قيمه الكي. فلو كان الممبر بتاعي فيكسد من تحت وفيكسد من فوق فال باكلينج اللي هي المسافة دي كده، ها دي كده ال باكلينج هي عبارة عن 65% من الايه من الارتفاع الكلي خلاص.
طيب يبقى هنا الكي ب 65 مم. طيب لو كان المنبر من تحت فيكسد ومن فوق هنجد، فطبعا ده كده طول ال باكلينج، هعدي هنا كده خلاص. فهنا ال باكلينج عبارة عن 8 من 10 مضروب في الايه؟ ارتفاع الكل. طيب هنا منبر فيكسد من تحت وفيكسد من فوق، ولكن ايه؟ مسموح للمنبر بالحركة، مسموح للمنبر بالحركة، يعني في عندي ترانزليشن، في عندي هنا ترانزليشن. يبقى هنا يا شباب المنبر من تحت غير مسموح له بالدوران، يعني نو روتيشن، ومن فوق غير مسموح له بالدوران لان دي كده تعتبر فيكسد، ولكن مسموح له بالايه؟ بالترانزليشن، مسموح له بالحركه الافقيه. في الحاله دي طبعا الكي بواحد واثنين. طيب المنبر اللي هو هنجد، طبعا دي الحاله العاديه خالص المعروفه، هو هنجد، فهنا كده الكي بواحد. طيب هنا كده فيكسد فري، طبعا ده يشبه العمود بتاع لوحات الاعلانات اللي هي متثبته من تحت وحره من فوق. فطبعا هنا ايه؟ هتلاقي ان الكي هنا كبيره جدا، اللي هو اخطر حاجه يعني باتنين وواحد من عشره. ده كده العمود اللي هو هنجد من تحت فيكسد من فوق، ولكن مسموح له ايه؟ بالترانزليشن. ففي الحاله دي، ها في الحاله دي هتلاقي ان الكي عندك بكام؟ الكي عندك باتنين. طيب الحاله بتاعتنا بقى هنا، انا بتكلم على العمود ده، العمود ده يشبه انهي حاله من الحالات دي عشان انا عايز احدد الكي او الباكلينج فاكتور للعمود ده. طبعا هو العمود هنجد من تحت، فهو زي ده كده هنجد مثلا، او زي ده كده هنجد مثلا، لكن هو من فوق ايه وضعه؟ هو طبعا من فوق يعتبر هنجد صح؟ يعني هو العمود في الاساس هنجد من تحت اهو، وعندي انترميدت هنج، فكانه هنجد ايه؟ من فوق. طيب بس خد بالك ان الهنج اللي هو ده، الهنج ده هو مسموح بالدوران للمنبر، ولكن غير مسموح بايه؟ بالحركه الافقيه. لكن هنا يا شباب خد بالك، انا لو اثرت باي فورس افقيه كده على الفريم ده، فاكيد الفريم ده ايه؟ هيحصل له حركه، الفريم ده هيحصل له حركه بالشكل ده كده. فده كده شكل الايه؟ الديفليكشن شيب، طبعا الزاويه دي 90 درجه خلاص. الزاويه دي مش 90 درجه ليه؟ لان المنبر ده مسموح له بالدوران، وطبعا الايه؟ المنبر ده مفيش، يعني هو يعتبر خط مستقيم مش كيرف، ولكن ده هو الايه؟ هو ده الايه حصل له يعني كيرف نتيجه الايه؟ ان الكونكشن دي ريجن. المهم هو طبعا هنا هنجد من تحت، انا عملته هنجد اهو، لكن هو من فوق برضه هنجد، ولكن ايه؟ مسموح له بالدوران. طبعا مفيش اي حاله من الحالات بقى اللي موجوده في مفيش اي حاله من الحالات اللي موجوده في الجدول ده تشبه الحاله دي. بس خد بالك الحاله دي بقى هتكون وسط بين الايه؟ الثلاث حالات دول، للحاله دي والحاله دي والحاله دي. فهنا يا شباب هنا بناخد الكي اللي هو الباكلينج فاكتور، بناخده في حدود واحد ونص، تمام كده. فهنا الباكلينج فاكتور اللي هو الكي بناخده في حدود واحد ونص. طيب احنا صنفنا الممبرز في النهايه الى تنشن ممبر، كومبريشن ممبر، بيمز، وبيم كولا. بالنسبه للفريم اللي احنا لسه شايفينه اللي هو ده كده يا شباب، لما انا حطيت عليه حمل افقي، انا عايز اعرف بقى نوع الممبر ده ايه عشان اصممه، ونوع الممبر ده ايه عشان اصممه، ونوع الممبر ده ايه عشان اصممه، لان تصميم التنشن ممبر غير الكومبريشن غير البيم غير البيم كولم، في تشابهات، ولكن في حاجات لازم ناخدها في الاعتبار لكل نوع من الممبرز دول. طيب فعشان نعرف الممبرز دي هنصممها كايه بالظبط، لازم نرسم السترينينج اكشنز اللي موجود عليها. فده كده شكل الايه؟ البندنج مومنت دايجرام اللي موجود على الفريم، البندنج مومنت، مع انه فريم ولكن البند، يعني هتلاقي ان العمود مش عليه اي بندنج مومنت خالص، ولكن هتلاقي ان البيم او البيم عليها ايه؟ بندنج مومنت، صح كده ولا ايه؟ طيب تيجي ترسم الشير فورس دايجرام فهتلاقيه ان هو بالشكل ده، تيجي ترسم النورمال فورس دايجرام فهتلاقيه العمود ده عليه نورمال وده عليه نورمال والبيم مش عليها اي حاجه. طيب عايزين بقى نعرف الممبر الاولاني ده نوعه ايه؟
على حسب السترينج اكشنز الموجود عليه. ادي الممبر ده عليه مومنت؟ لا مش عليه مومنت. عليه شير؟ لا مش عليه شير. طيب عليه نورمال؟ ايوه عليه نورمال. طيب اذا ده ممبر معرض الى نورمال فورس، يعني اذا انا هصممه كايه؟ ككومبريشن ممبر مهما كان قطاعه بقى، سنجل انجل، دبل انجل، باك تو باك، اي بيم، بوكس سيكشن، اي شكل من الاشكال، انا هصممه في الاخر ككومبريشن ممبر. طيب الممبر الثاني ايه السترينج اكشنز الموجود عليه؟ هل عليه بندنج مومنت؟ اه عليه بندنج مومنت. هل عليه شير؟ ايوه عليه شير. هل عليه نورمال؟ لا مش عليه نورمال، فعشان كده هصمم الممبر ده كايه؟ كبيم ممبر. طيب تعالى كده على الممبر الثالث، طبعا هتلاقي ان الثالث نفس الاولاني، ها نفس الاولاني، فعشان كده هنصممه ككومبريشن ممبر. خلاص كده يا شباب. فعلى حسب السترينج اكشنز اللي موجوده على الممبر نقدر نحدد احنا هنصممه ايه بالظبط. طيب طبعا ما ننساش الكلام ده، الاستيفنس ليميتيشن، ان طبعا العمود ده مثبت من فوق، هنج مثبت من تحت، فطبعا طول الباكلينج لينس هو الارتفاع الكلي، لان ده كده شكل الايه الباكلينج العمود. عشان نقلل الباكلينج ممكن نثبته هنا كده، فيصبح ده كده شكل الايه الباكلينج للعمود، فيصبح الباكلينج لينث اللي هو بالايه الاتش على 2. فده كان اول حل ان احنا نمسك العمود. اول حل التاني ان احنا ايه بدل ما نخلي العمود كده ضعيف في الاتجاه ده، بدل ما نخليه ضعيف في الاتجاه ده فيحصل له باكلينج كبير كده، فاحنا ممكن ايه نزود عرض الفلان شويه، يعني هنغير في القطاع شويه بحيث ان يديني انيرشيا اكبر في الاتجاه الضعيف، فيقدر القطاع بتاعي يتحمل ايه يتحمل قوه اكبر. فما ننساش الايه الحته دي. طيب بعد كده السيمتري اوف سيكشنز، طبعا هتلاحظ ان اللي احنا شرحناه في الكومبريشن ممبر هو نفس اللي بنشرحه في الكولنز اللي هي معرضه الى كومبريشن فورس. طيب السيمتري اوف سيكشن بنقسم القطاعات الى سيمتريك سيكشن وان سيمتريك سيكشن، واتكلمنا المره اللي فاتت في الانجلز. النهارده يا شباب بنتكلم في العمدان، فالاعمده القطاعات المتوقع ان هي تستخدم كعمود ممكن يكون القطاع اي سيكشن، ممكن نستخدم قطاع تيوب، ممكن نستخدم سكوير هولو سيكشن، او ممكن نستخدم ريكتانجولار هولو سيكشن. فطبعا في قطاعات تانية يعني ممكن نستخدمها، ولكن دي القطاعات الايه الشائعة اللي بنستخدمها كأعمدة. تمام. طيب القطاعات دي بقى سيمتريك ولا انسيمتريك؟ على حسب القطاع عامل ازاي والكونكشن بتاعته عاملة ازاي. طيب فبالنسبة هنبدأ الأول كده بالتيوب. التيوب ده هيتربط، لو افترضنا ان ده كده العمود، ها كتيوب خلاص، وده كده بيم ماشي، فانا هربط العمود كتيوب، طبعا ده المفروض ان هو خط داش كده ماشي، خط داش كده بالشكل ده. طيب العمود هربطه في البيم ازاي؟ هربطه في البيم ازاي؟ هربطه، تعالى كده كبر بقى الدنيا شويه، هتروح انت عامل ايه حاجه اسمها هيد بليت خلاص، وتبدا بقى تربط الايه الهيد بليت في البيم عن طريق مسامير بالشكل ده كده خلاص. طيب يعني اذا القطاع في الحاله ده او العمود في الحاله ده قطاع سيمتريك. ليه؟ لان الفورس هتيجي على طول على السنترويد بتاع العمود. طبعا كذلك الحال في السكوير هولو سيكشن والريكتانجولار هولو سيكشن، هما برضو نفس الايه الحاله كده. طيب القطاع الاي نفس الكلام برضو، القطاع الاي لو انت عايز تربطه ببيم فممكن تحط كده عليه الهيد بليد دي وتحطه كبيم، وفي الحاله دي يكون القطاع بتاعي برضو ايه سيمتري. ولكن في حالات تانية بقى ممكن تلاقي القطاع الاي كده خلاص، انا هبص له كده جانبي، ادي سمك الفلانج وادي سمك الفلانج، وبعدين تلاقي كده ان انت عملت كده بليت وربطت بمسامير بالشكل ده خلاص.
طيب في الحالة دي هتلاقي القطاع بتاعك عامل ازاي اهو اهو، وطبعا هنا كده الايه الجاسد بليت اللي احنا لسه رسمينه ده، ودي كده الايه المسامير. طبعا هتلاقي ان في شويه اكسنتريستي، ولكن هي بسيطه ما بنحسبهاش يعني في حاله الايه القطاع الاي بيم، لكن هتلاقي بقى ان هي ظاهره جدا في حاله القطاع للشانل. ممكن طبعا تصمم العمود كتشانل، ففي حاله القطاع للشانل هتلاقي ان ده كده الايه الجاسد بليت، السنترويد بتاع القطاع للشانل هنا كده ماشي خلاص، والسنترويد بتاع الجاسد بليت هنا كده، ففي اكسنتريستي كبيره. ففي الحاله دي بنحسب الايه القطاع للشانل ده كانه ان سيمتريك سيكشن. طيب يبقى عموما القطاع الاي بيم هتلاقيه في الغالب دايما سيمتريك سيكشن، القطاع تيوب سيمتريك سيكشن، قطاع السكوير هولو سيكشن سيمتريك سيكشن، والقطاع الريكتانجولار هولو سيكشن برضه هتلاقي ان هو سيمتريك سيكشن. طبعا ما ننساش في حاله ان القطاع اللي هو ان سيمتريك هنقلل قيمه الالاوبل كومبريسيف ستريس بقيمه ايه؟ بنسبه 40%. ففي الحاله دي القطاع سيمتريك سواء كان بولتد او كان ويلدد، فالاف سي الاوبل هي نفس الايه؟ الاف سي. في حاله القطاع اللي هو الان سيمتريك سواء كان بولتد او ويلدد، فالاف سي الاوبل هتساوي 6 من 10 الاف سي، لان احنا قللنا قيمه الاوبل بنسبه 40%. طبعا الكلام ده متشابه جدا بالايه الكلام اللي احنا كنا شرحناه قبل كده. طيب مثال بقى على الديزاين اوف كولمز اللي هو الكولم معرض الى كومبريشن. فالمثال هنا بيقول لنا ديزاين ذا كولم اللي هو رقم واحد جيفن ذات الفورس اللي موجود عليه ماينس 5 طن، الكيس اوف لودنج اللي هي كيس 1، ونوع الحديد ستيل 37 تمام، هو الحديد ستيل 37. طبعا كان ممكن يذكر هنا نوع الكونكشن. خد بالك في الحاله دي يا شباب لو العمود حتى كان اي بيم وعليه هيد بليت من فوق، فطبعا ما في حتى لو كان بولتد كونكشن المسامير ما بتاكلش في اي حاجه من ايه من القطاع نفسه صح ولا ايه؟ لكن لو العمود بالشكل ده ها وطالع منه ايه البليت وفي مسامير، فطبعا اكيد المسامير دي لها فتحات وبتاكل من قطاع العمود. فلو هنصمم العمود في الحاله دي كده، فطبعا لازم هنضرب لازم هناخد في الاعتبار تاثير المسامير. بس خد بالك طبعا الكلام ده هيكون في حاله التنشن مش في حاله الكومبريشن. احنا اتفقنا في الكومبريشن في كل الاحوال سواء كان بولتد او كان ويلدد احنا ما بنقللش من ايه من مساحه القطاع حاجه، لكن في حاله التنشن لو انت هتصمم قطاع تنشن ممبر كاي بيم، لا طبعا الايه الموضوع هيفرق معاك شويه تمام كده. طيب فتعالى هنا كده، ده شكل الفريم بتاعنا يا شباب، ده شكل الفريم بتاعنا اللي هو ده. السبان بتاعه 15 متر، الارتفاع بتاعه 8.4 من 10 متر، طبعا عليه ديستريبيوتد لود. طبعا ده في الايه في البلان اللي هو الاكس وزد اكس زد. طيب في البلان اللي هو الواي بقى اللي هو الاتجاه الطولي للفريم، فمديك ده كده شكل الايه شكل البريسنج شكل البريسنج للايه للفريمات وبعضها خلاص كده. طيب ايه اللي انا هستفيده بقى من الشكل ده؟ اول حاجه يا شباب هو العمود بتاعنا هيكون قطاع عامل ازاي. لو احنا خدنا كده سيكشن كده خدنا سيكشن كده ها فهنلاقي ان القطاع الاي عامل كده خلاص. طيب هتلاقي ان ده كده اللي هو المحور اكس، وده كده اللي هو الايه المحور واي تمام كده. طيب فلو العمود حصل له باكلين في الاتجاه ده كده اللي هو في الان بلان، فكانه اتحرك في ايه اتجاه الواي، يعني كانه دار حوالين الاكس. في الحاله دي العمود ممسوك من تحت ومن فوق ممسوك، بس يعني دي كده نفس الحاله اللي احنا كنا شرحناها اللي هي الحاله دي كده ها. ففي الحاله دي خدنا الكي بواحد ونص خلاص، لان العمود اي نعم هو ممسوك من فوق، ولكن يعني في نسبه حركه اي نعم، الريجيديتي هنا بتمنع الحركه شويه، ولكن في امكانيه ترانزليشن للعمود ايه من فوق.
طيب ففي الحالة دي يا شباب خدنا كده نقول له كده ال باكلينج اكس هي عبارة عن ال كي اكس مضروب في ال اتش، خدنا ال كي هنا بكام؟ بواحد ونص. ال اتش طبعا عمود مش ممسوك على طول الارتفاع كله، مش ممسوك في البلان اللي هو الاكس زد، صح؟ فهيحصل له باكلينج، هيحصل له باكلينج بالشكل ده كده. فضربناه في الارتفاع الكلي اللي هو ب 8 و4، تمام؟ فادانا 12 و6. طيب ال ال باكلينج واي، تعال بقى العمود لو اتحرك فيه الاتجاه الواي. اتفقنا قبل كده واحنا بنصمم في الكومبريشن ممبر ان وجود البريسنج بيمنع الايه؟ بيمنع اي ممبر من الحركه، يمنعه من الحركه او الترانزليشن. فالبريسنج ده هيمنع العمود من الايه؟ ترانزليشن. فهتلاقي العمود هنجد من فوق وهنجد من تحت. فنرجع بقى للحاله دي، هتلاقي ان هو بيتبع بالظبط هي الايه؟ الحاله دي كده. فبتلاقي يا شباب ان قيمه الكي هنا بواحد، خلاص. فعشان كده قلنا بقى ان ال باكلينج واي عباره عن كي واي مضروب في الاتش، فالكي واي اللي هو بواحد مضروب في 8 و4 فيدينا 8 و4 متر. طبعا انا ممكن اقدر اقلل قيمه ال باكلينج واي ان انا اعمل ايه؟ طبعا ده اسمه استرات، اللي هو المنبر ده كده اسمه استرات. طيب ما انا ممكن اعمل استرات تاني كده، او ممكن اعمل شكل البريسنج بالشكل ده كده كروس، وده كده اللي هو استرات تاني بالشكل ده. ففي الحاله دي تلاقي بقى ايه؟ تلاقي ان ال باكلينج واي عباره عن الكي واي اللي هي بواحد مضروب في الاتش على الاثنين، صح كده ولا ايه؟ ان انا مسكت العمود في الاتجاه ده. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي قدرنا ان احنا نحسب قيمه ال باكلينج اكس ونحسب قيمه الايه؟ ال باكلينج واي. طيب انا هستخدم طبعا بما ان العمود ارتفاعه كبير، ارتفاعه 8 و4، وسواء كان بقى في الاكس او في الواي، في الان بلان والاوت اوف بلان غير ممسوك على طول الارتفاع، فيفضل ان احنا نستخدم قطاع قوي في الاتجاهين اللي هو القطاع اللي هو الاتش اي اي سيكشن، خلاص. طيب فهنفترض ان احنا قطاع العمود، طبعا ممكن تستخدم اي بي اي، ممكن تستخدم اتش اي اي وهكذا، يعني تدخل على الجداول تلاقي الكلام ده. طيب فانا اخترت القطاع بتاعي اتش اي اي سيكشن. فاول حاجه يا شباب كنا بنعملها في تصميم الكومبريشن ممبر اللي هي الاستيميشن اوف سيكشن على حسب الايه؟ الكومبرسيف ستريس. فكنت بقوله كده ان الاريا بتاعت القطاع، الاريا ريكوايرد، المفروض ان هي بتساوي الفورس مقسوم على الالاوبل كومبرسيف ستريس. طبعا انا ما اعرفش القطاع، فاكيد مش هعرف الايه؟ الالاوبل كومبرسيف ستريس، لانها بتعتمد على اللامدا واصلا مفيش قطاع، صح؟ فكنت افترضت ان الالاوبل كومبرسيف ستريس ب 75% طن على سنتيمتر سكوير. طبعا القطاع بتاعي كيس 1 فما بضربش في 1 و2، صح كده؟ طيب فاداني ان قيمه الاريا ريكوير ب 6.7 سنتيمتر سكوير. بما اني جبت الاريا فبدخل على الايه؟ بدخل على التيبل واختار قطاع له اريا اكبر من او تساوي الايه؟ الاريا ريكوير. فالاريا ريكوير طلعت ب 6.7 سنتيمتر سكوير. فطبعا لو دخلنا كده على السيكشن اللي هو الاتش اي اي 100 هتلاقي ان الاريا بتاعته ايه؟ 21.2، ده اصلا اقل قطاع في ال HEA، فده اللي هتستخدمه. فاحنا قلنا يوز HEA 100، خلاص. طيب هل ده القطاع اللي هبدا اشتغل عليه؟ لا، ما هو في بقى شويه كونديشنز ثانيه لازم اخدها في الاعتبار. فبدخل كده على الستيفنس كونديشن، تمام. طبعا ال LX حسبناها ب 12 و6، ومن هنقول له كده ان اللامدا اكس هنساويها بال 180 عشان نجيب بها قطاع. طيب يبقى ال 180 اللي هي اللامدا اكس، طبعا ال 180 اللي هو الماكسيمم سلندرنس ريشيو، الماكسيمم الاوبل سلندرنس ريشيو. طيب هيساوي ال ال باكلينج اكس اللي هو 12 و6 متر، ضربناها في 100 عشان نحولها لسنتي، قسمناها على قيمه الريديوس اوف جيريشن للاكس، فمن هنا طلعت قيمه الايه؟ الار اكس ب7. طيب ندخل بعد كده بقى على التيبل نشوف قطاع، ها، الار اكس بتاعته اكبر من او تساوي كام؟ اكبر من او تساوي 7. فلو دخلنا كده هنلاقي ان ده كده اللي هو 6.57 اللي هو اتش اي 160 مش هينفع. فالقطاع اللي هينفع معايا، اول قطاع هينفع معايا في الجدول اللي هو اتش اي اي 180، فقلنا له كده يوز اتش اي اي 180.
طيب تعالى كده على ال باكلينج واي هتساوي 8.4 من عشرة. من هنا اللامدا واي هنساويها برضو بال180، ومن هنا نعرف نجيب قيمة الايه الار واي طلعت ب 4.68 من 100 سنتي. طيب ندخل على التيبل، فين الار واي؟ ادي الار واي اهو. طبعا هتلاحظ ان قطاعات الاي هتلاقيها قوية في اتجاه الاكس وضعيفة شوية في الاتجاه الواي. فالار واي هنا الاتش اي اي اللي انا كنت اخترته 180، هتلاقي ان الار واي بتاعته 4.52، مش هتنفع لان دي 4.68. فندخل على الايه اللي بعديها، فمن هنا كده نطلع قيمة الايه نطلع قيمة الار واي اللي هو الاكشوال ب 4.98. طبعا هي اكبر من الرقم ده، فنقدر نستخدم الايه اتش اي اي 200. تمام كده. طيب هل احنا كده خلصنا الاستيميشن اوف سيكشن؟ لا لسه ما خلصناش، في حاجه اسمها الايه ال على الديريشن، المفروض ان هي اقل من او تساوي 60. اتفقنا يا شباب ان الدي اللي هو ايه اقل عرض للقطاع، فالقطاع ده كده هتلاقي ان ده كده العرض الاولاني اللي هو اسمه البي، وده كده العرض الثاني ها اللي هو اسمه الاتش. طبعا اقل عرض منهم بكام هنشوف بقى. ادي ال على الدي، ال اللي هو طول الايه طول العمود، ارتفاع العمود 8.4، سويناها بال 60، فطلعت لنا كده اقل عرض للقطاع بكام؟ المفروض ان هو اكبر من او يساوي كام؟ 14 سنتي، اكبر من او يساوي 14 سنتي. ها فنروح بقى على القطاعات دي، نبص على الاتش ونبص على الايه على البي اللي هو ارتفاع القطاع وعرض القطاع. انا عايز الاتش، ها انا عايز اختار قطاع الاتش بتاعته اكبر من 14 سنتي او 140 ملي، وكذلك البي اكبر من 14 سنتي او 140. فلو جينا على القطاع ده مش هينفع. طيب القطاع ده هينفع اللي هو اللي هو فيه الاتش 152 وهنا الاتش ب 160، فنقدر نستخدم هنا الايه يوز اتش اي اي 160. طيب من خلال بقى كل اللي احنا حسبناه ده، من خلال الاربع حاجات اللي احنا استخدمناها في الاستيميشن اوف سيكشن، فالقطاع اللي هيسيف معايا هو ايه هو اكبر قطاع فيهم كلهم. فده كده اتش اي 160، وده كده 200، ده اكبر منه 180، ال 200 اكبر من ال 180 تمام، وبرده ال 200 اكبر من الايه ال 100، فاكبر قطاع فيهم اللي هو 200. يبقى اذا هستخدم هنا ايه يا شباب يوز اتش اي اي 200. طيب انا اخترت القطاع، يبقى كده لحد دلوقتي موضوع الاستيميشن اوف سيكشن خلاص، لان انا اخترت القطاع. نبدا بقى نشتغل على القيم الاكشوال لايه للقطاع. فالقطاع ده اللي هو الاتش اي 200، ندخل على التيبل فهنلاقي ان القطاع ده يا شباب ها اللي هو ده ارتفاعه 190 اللي هو الاتش، عرضه 200، سمك الويب اللي هو الاس ها ب 6.5، سمك الفلانج اللي هو التي اللي هو ب 10 خلاص، الار 1 اللي هو نص قطر الدوران ده اللي هو الار 1 ب 18. طيب الاتش ناقص 2 سي، اللي هو الارتفاع ده كده يا شباب. طبعا يعني متوقع ان نستخدم القطاع ده في ايه بالظبط؟ الارتفاع ده نستخدمه في اللوكال باكلينج. طيب والار اكس اللي هو 8.28، والار واي اللي هو 4.98. تمام كده. طيب فدي كده الايه القيم، وبرضه ناقص ان انا اطلع قيمه الاريا، اساسي طبعا ان انت تطلع قيمه الاريا اللي هي ب 53.8. فدي كده القيم اللي انا طلعتها من الجدول للقطاع اللي هو الاتش اي اي 200. طيب اول حاجه بعملها في القطاع ان انا اعمل سيكشن كلاسيفيكيشن، اتاكد ان القطاع بتاعي كومباكت او نون كومباكت. فبقول له كده ان السي على التي اف ها اللي هو طبعا السي اتفقنا ان هي من هنا كده يا شباب حد هنا كده سي اللي هي عباره عن عرض القطاع الكلي. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا لانك هتستخدمه بعد كده في تصميم البيمز وتصميم البيم كول، فخد بالك من الايه الحسبه دي. فالسي دي كده السي اللي هي الحته دي هتساوي ايه؟ المفروض ان هي هتساوي 200 اللي هو العرض الكلي 200، اطرح منها سمك الويب اللي هي 6.5، وبعدين اطرح منها ايه الار الاولانيه والار الثانيه، ف
فانا اقول له كده ناقص 2 في ال ار 1. طبعا هنقسم الكلام ده على التي فلان اللي هي ب 10 فيدينا 7 88. طبعا ال 7 88 اقل من او يساوي كام بقى؟ اقل من او يساوي الرقم ده كده اهو اللي هو ستيل 37، فاقل من او يساوي كام؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الفلانج، معلش نتكلم على الفلانج، فالستيل 37 المفروض ان انا اقارنه بالرقم ده اللي هو 14.8. فقارناه ب 14.8 وطلع اقل منه، يبقى اذا الفلانج كومباكت. خلاص؟ طيب بعد كده ندخل على الويب. فالويب الارتفاع من هنا كده لحد هنا كده اللي هو المفروض اتش ناقص ايه؟ 2 سي. قسمناه على الاس فادانا 20.61. هقارنه بقى بالرقم اللي موجود في الجدول اللي فوق اللي هو 41.3، فطلع اقل منه فكومباكت ويب. طيب بما ان الفلانج كومباكت والويب كومباكت، اذا القطاع ايه؟ كومباكت. طبعا طالما القطاع كومباكت او كان نان كومباكت فما فيش مشكله، لان انا هستخدم الايه؟ الجروس سيكشن اريا بتاعت القطاع. طيب بعد كده يا شباب انا عايز بقى اجيب، عايز اعمل تشيك كده على السلندرنس ريشيو. فبنقوله كده ان اللامدا اكس بتساوي 12.6 مضروب في 100 على الار اكس للقطاع اللي هو ده 8.28. خلاص فيدينا 152. لازم الكلام ده يكون اقل من 180 عشان نوفي اشتراط الكود. اوكي. طيب اللامدا واي بتساوي 8.4 مضروب في 100 على 4.98 فيدينا 168.7، اقل 180 برضو. اوكي. طيب من الحالتين دول هنختار بقى ايه؟ اللامدا ماكسيموم اللي هي الاكبر منهم، عشان على اساسها نقدر نحدد قيمه الالاوبل كومبريسيف ستريس. فاللامدا ماكسيموم ب 168.7 اكبر من 100، فنقدر بقى ندخل نجيب كده قيمه الاف سي اللي هو ب 7500 على اللامدا ماكسيموم سكوير، فهيدينا 26% طن على سنتيمتر سكوير. خلاص؟ يبقى ايه الرقم ده؟ ده اللي هو الالاوبل كومبريسيف ستريس. طيب الاكشوال بكام بقى؟ الاكشوال اللي هو الاف سي اكشوال سمول، عباره عن الفورس اللي موجود على العمود مقسوم على الاريا بتاعت العمود اللي اخترته اللي هو الاريا بتاعت ال HEA 200. ف 5 على 53.8 من 10 اللي هي قيمه الاريا يا شباب. قيمه الاريا اهي، ادي قيمه الاريا اللي هي 53.8 من 10 اللي هو الرقم ده، فيدينا 92 من 100 طن، 93 من 1000 اقصد، 93 من 1000 طن على سنتيمتر سكوير. طبعا الرقم ده اقل من الايه؟ قيمه الاف سي، صح؟ ولكن هو بعيد عنه شويه. هي كده كده القطاع بتاعي سيف، ولكن سيف بط ايه؟ نوت ايكونوميك. سيف بط نوت ايكونوميك. طيب يعني القطاع بتاعي زياده شويه؟ القطاع بتاعي زياده شويه. طب ايه الحل عشان اقدر اختار قطاع اقل شويه؟ طبعا يعني مبدئيا كده اللي خلى الرقمين يبعدوا عن بعض، اللي خلى الرقمين يبعدوا عن بعض ان الارتفاع العمود كان كبير شويه، فكان المتحكم في السيفتي للقطاع هو السلندرنس ريشيو، فده كده مبدئيا. ولكن ان احنا نقدر يعني نقلل شويه من التاثير ده، ان احنا نقدر نزود شويه من الايه؟ من الانيرشيا بتاعه القطاع. فاول حاجه يا شباب، طبعا القطاع اللي هو ال HEA 200 ده قطاع ستاندرد، يعني قطاع جاهز، يعني ما نقدرش نتحكم في ابعاده، هي دي ابعاد ثابته. فاول حل ان احنا ممكن نستخدم قطاع تاني، بس ايه؟ قطاع يكون حاجه اسمها بيلت اب سيكشن، ان احنا اجيب بليت واجيب بليت واجيب بليت تالت وابدا الحمهم في بعض، فنقدر نشكل قطاع. طبعا البليتات عموما بليتات الحديد لها سمكات كتير جدا، فتقدر تتحكم في السمكات، وتقدر تتحكم في القطعيه، تقدر تتحكم في العرض، وتقدر تتحكم في الارتفاع، فتقدر تزود الانيرشيا في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه الضعيف. وفي الاخر تيجي تقارن وزن القطاع اللي هو البيلت اب سيكشن مع القطاع الهوت رول، تلاقي ان القطاع البيلت اب سيكشن وزنه اقل شويه، مع انه برضه يقدر يتحكم، يقدر يتحمل قيمه الايه؟ الفورس اللي موجود عليه. يبقى اول حاجه ان انا اقدر احول القطاع بتاعي من هوت رولد الى قطاع بيلت اب. ولو انت لاحظت، لو انت لاحظت كده ان جداول اللي هو السكشن كلاسيفيكيشن، السكشن كلاسيفيكيشن
وانت شغال في الويب، فهتلاقي ان ايه القطاع ممكن يكون رولد وممكن يكون ويلدد اهو. فالويلدد عبارة عن ان انا جبت البليت دي والبليت دي والبليتة الويب ولحمتهم في بعض. طبعا شكل اللحام واضح اهو جدا يعني، خلاص. طيب الحالة التانية ان انا اعمل ايه؟ زي ما اتفقنا احنا طبعا قلنا الحل كده في بداية المسألة ان احنا ممكن نستخدم استرات كده، فنقدر نقلل ال باكلينك واي اللي هو كان اصلا المحور الضعيف في القطاع الاي بيم. فلما قللنا قيمه ال باكلينك واي فنقدر نزود شويه قيمه الايه، قيمه الالاوبل كومبريسيف ستريس. طبعا قبل ما تدخل في السيكشن ده بفكرك لازم تدخل تذاكر السيكشن اللي قبليه اللي هو ديزاين اوف كومبريشن ممبر، عشان يكون الموضوع بالنسبه لك سهل وبسيط. طبعا مش هتلاقي فيه اختلاف كتير بين الايه المساله دي والمسائل اللي فاتت. ان شاء الله يكون الموضوع بسيط، لو في اي مشكله يعني ان شاء الله تساله ونجاوبكم، ونتمنى لكم التوفيق. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.